اهلا بكم متابعي انفاس تيفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. لقاءنا اليوم غندويو على موضوع اللي صراحه اختاريناه مع هذه الوقيته ديال رمضان. حنا مشرفين على شهر رمضان الكريم، وفي شهر رمضان كتزاد استهلاكنا مجموعه من المنتجات. فهذوك المنتجات بغينا اليوم غنطرقوا نشوفوهم من جانب اخر اللي قليل فين كنطرقوا ليه او لك ردوا ليه البال، وهو قبل ما توصلنا هذوك المنتجات واش كانت البيئه اللي كانت فيها كتحترم واحد المعايير اللي ما غتشكلش علينا خطر من بعد، لان مجموعه من الامور او من الامراض اللي كتجي انطلاقا من التخزين السيء او التعامل السيء مع هذوك المنتجات قبل ما توصل للمستهلك. فباش نناقشوا هذا الموضوع معنا اليوم السي عبد الكريم الغرفي، رئيس الجمعيه المغربيه لمهنيين مكافحه الافات. اهلا بك السي عبد الكريم. اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. السي عبد الكريم، في الاول قبل ما نبداو الموضوع ديالنا نبغيو تقربنا اكثر او تقرب المشاهدين شنو كنعني بمكافحه الافات. شكرا على السؤال المهم، حيت بزاف الناس ما كيعرفوش هذا القطاع اللي هو مهم بالنسبه لصحه المواطن. مكافحه الافات كنعنيو كاع الحيوانات ضاره، ماشي نافعه، ضاره اللي يمكن لهم يسببوا امراض خطيره بالنسبه للمواطن ولا يبرزوا تو سامبلومون باش نقولها ديريكتومون للمواطن، بحال دابا البقر فريش ولا الصراصير اللي كنعرفوا بسرق زيت كيفاش كنسميو، ولا القواريد، الطوبه، الفار. وهذه الحيوانات ضاره معروفين بان كينقلوا امراض، وهاد الامراض دي مالادي لا بلوبار دو طون اللي كنسموه زونوتيك، بعض المرات كيكونوا كيجيو من الحيوانات ولكن عندهم واحد الكاباسيتي يشدوا في الجسم ديال الانسان ولا دو مانيير غير مباشره، ستادير من المنتوجات غادي يجيو يطلقوا البزاق ديالهم ولا الريوب ديالهم على المنتوجات عاد غادي يوصلوا للمستهلك. وهنايا مكافحه الافات يمكن لينا حنايا يوميا كنديروها، شي واحد غادي يمشي للدروغري ولا غادي يمشي مركز تجاري غادي يشري واحد المنتوج وغادي يستعمله في الدار، ولا بعض المرات كان خصنا نعيطوا مختصين في هذا المجال، وحنا جمعيه كنمثلوا هذه الخبره، هذا القطاع وهذا المهنيين مختصين في مكافحه الافات. في النظافه العامه خصوصا، حيت كاين مكافحه الافات في القطاع الفلاحي، بحال الفلاح اللي خصو حتى هو داكشي اللي كيزرع قبل ما يحصد خصو يدير واحد العمليه، ولكن هذا قطاع اخر وموضوع اخر. حنا كنهضروا على صحه المواطن، الصحه العامه، الصحه العامه. وي ملي كندوي على الصحه العامه، دابا ما اقتراب شهر رمضان والمناسبه شرط، فبالنسبه لك كتشوف ان التخزين او العرض ديال هذوك المنتوجات كيتم بطريقه صحيحه؟ التخزين على حسب، الا كنهضروا على معمل مثلا اللي كيمشي تحت واحد التقييس، واحد لا نورم اللي كتفرض عليه جميع الشروط بالنسبه للصاله المسحيه للمواد الغذائيه، ولا كيمشي عنده تحت لاغريمون ديال المكتب الوطني لحفظ للصاله المسحيه للمنتوجات الغذائيه لونسا، هنا نقدر نقول بان عنده واحد المينيموم ديال واحد الخبره باش يقدر يخزن ويطبق الشروط اللي غيحميو هاد السلعه. ولكن بعد مرات كنكتشفوا بان في شي عاملين في الماكينات الامكنه البيع، كنشوفوا بان بعد مرات كنشوفوا بعد مرات بان ما كيحترموش هاد الشروط ديال التخزين ولا الشروط ديال التنظيف ولا ديال الصحه العامه. فقبل ما نمشيو للعاملين، سواء مخابز او مجموعه من يعني الاماكن اللي كيتم تقديم فيها واحد المنتج، فقبل ما نمشي كذاك المنتج كيكون كيتصوب مواد اوليه اللي كتجينا من مصانع او المعامل. فبالنسبه للمعامل شنو هما الارشادات والنصائح اللي كتقدم اللي خاصه توفر فيهم؟ اول حاجه المستعملين ديالنا كيخصهم يعرفوا بان مفروض على هاد المعامل اللي كيصوبوا هاد المكونات اللي من بعد غادي نستعملوا في شهر رمضان، هاد لي ماتيغ بروميير كيما سميتيهم سون دي سون اوبليغاسيون، يعني مفروض عليه انا خصو يدير واحد البرنامج ديال الدخل فيه تنظيف ودخل فيه تطهير ودخل فيه مكافحه الافات. وتا هذاك ليجيان ديال هذوك الناس الخدمات الخدامه اللي كيجيو يصوبوا هذه الماكله ولا خدامين في لاشين في لاشين دو فابريكاسيون، تا هما عندهم واحد
واحد مسؤوليه مسؤوليه كبيره بالنسبه لهذاك لي جينز. هادشي هنا كتجي المراقبه الذاتيه. المراقبه الذاتيه كتجي هنايا وكتجي حتى من بعد في هذيك الطبقه الثانيه اللي كنهضروا على المخابز والمطاعم. ولكن قبل من هذا الشيء ملي كنهضروا على شركه مثلا مختصه ومنظمه وكتصنع الماكله تكون هي مطحنه ولا تكون معمل كبير اللي كيصوب مثلا البيمو ديال الدراري. هنايا خصنا نعرفوا بان اغلبيه الوقت كيكلف واحد الشركه حيت هو مركز في الكور دو ميتي ديالو. دونك ما عندوش الوقت باش يدير جميع الخدمات بحال النيتواياج بحال التنظيف بحال الطهيره اكسترا. دونك غادي يتكلف يكلف واحد الشركه. هاد الشركه اللي مكلفه هنايا كاين واحد كاين مخاطر بالنسبه للماكله. علاش؟ بالنسبه داك المواد اللي كيتستعملوا. علاش؟ حيت هاد الدومين هاد الشركات اللي مختصين اللي مكلفين بهاد العمليه ديال مكافحه الافات هاد القطاع بالضبط راه ما مقننش في المغرب. يعني كنرخصوا المبيدات ولا التقنيات اللي كيخلط باش يوصل لواحد فعاليه عاليه. ولكن الشخص التقني اللي كيجي يدير واحد العمليه وسط المعمل هو ما عندوش رخصه. ما كايناش رخصه في المغرب اللي كيخلي الشركه انا تطبق جميع الشروط عاد يمكن ليا توصل واحد الرخصه اما من عند وزاره الصحه ولا شي مؤسسه اخرى. وي دونك انت كتشوف ان حتى هذاك الشركات اللي كيتولاو المسؤوليه ديال هذيك يعني نقدروا حنا نقولوا التعقيم ديال هذوك المواد او الحمايه ديال يعني الرش ديال المبيدات الحشرات باش نقضيو على القوارض وهذا حتى هما كيتحملوا جزء من المسؤوليه ديال هذوك باش يبقى هذاك المنتج عنده واحد الجوده عاليه. بيان سور خصنا نحملوا المسؤوليه ديالهم بالنسبه لهذيك العمليه. وخصنا نعرفوا بان هذه المكافحه الافات راه ماشي ضروري استعمال مبيدات كيماويه. خصنا نعرفوا هذه القضيه مهمه حيت هنا كنهضروا على خبره. ملي كنجي انا كتقني وكنجي واحد العمل اللي غيصوب هاد المكونات اللي من بعد المستهلك ولا الامهات غادي يستعملوا في الدار. اول حاجه خصنا نعرفوا بان هاد المكونات غادي نحميهم بطريقه بسيطه. بعض المرات هاد التخزين ولا النيتواياج ديال التنظيف اللي بعض المرات التنظيف كنلقاو بان التنظيف ما كيديرش بالليل كيدير غير بالنهار. وحنا عارفين بان الافات كيتحركوا ولا الطوبات والحشرات كيتحركوا بزاف بالليل ولا غادي يقبطوا هذيك الريحه ديال الماكله وغادي يقربوا ليها وغادي ياكلوها وغادي يطلقوا البزق ديالهم. دونك اول حاجه كيبقاو هذاك النصائح بسيطه هو هذاك التخزين وهذاك التنظيف. عاد يمكن ليه هذاك المهني اللي غادي يستعمل هذه العمليه في هذا القطاع الصناعي هو غادي يشوف كيفاش غادي يحمي. بعد مرات غادي يكون السدان ديال الشرجم، بعد مرات غادي يستعمل هذاك التقنيات ولا غادي يستعمل هذاك الماتيريال اللي كنسموه حنايا بيولوجيك ولا ايكولوجيك، يعني واحد الماده النباتيه ولا ماده طبيعيه بين معقوفتين. هادشي كلشي عاد يمكن لي ديك الساعه من بعد هذاك النيتواياج التنظيف والنصائح اللي غادي يعطيه المسؤول ديال الجوده في هذا المعمل عاد يمكن لي يقدر يستعمل هذاك المبيدات الكيماويه. فبغيت واحد الاشاره لواحد النقطه اللي مهمه اللي خصنا نوضحها. مجموعه من الناس كتحكم على هذاك المنتج واش هو ذو جوده عاليه ولا ماشي ذو جوده عاليه على حساب واش هذيك مثلا المركز التجاري او هذا كيتوفر على الوراق اللي كتبت ان راه هو راه كيراقب الحشرات يعني كيهتم بالنظافه ديال داك الوسط. فهذيك الوثيقه واش هي كافيه انها تضمن المستهلك ان هذاك الشيء اللي غياخذ من عند هذيك المركز التجاري او هذاك المحل راه هو سليم ما غيسببش شي مشاكل؟ خاصه ان اللي ما كيعرفوش الناس ان مجموعه من الامراض اللي كتكون ناتجه على هاد الافات. يعني حنا كنبخصوا من الخطوره ديال هاد الافات يعني كنقولوا راه عادي دبانه مثلا او لا كنبسطوا من الخطوره ديالهم معلم انها ممكن انها تسبب لنا مشاكل كبيره على المستوى الصحي. فبالنسبه لك واش كتشوف ان هذيك الوثيقه هي معيار بانني واش ناخذ هذاك المنتج اولا ما ناخذش؟ ملي كنراقبوا ماشي حنايا كجمعيه ولكن ملي لونسا ولا وزاره الداخليه ولا واحد لوديتور اللي غيجي من برا غادي يراقب واحد العمل واحد العمليه اول حاجه غادي يمشي الوثائق. هاد الوثائق راه مهمه خصهم يكونوا.
اما كنهضروا على لاغريمون ديال لونسا ولا كنهضروا على واحد التقييس اللي طبقات هذاك الشركه. هادشي مهم، ولكن من غير هادشي ملي كندخلوا في التفاصيل خصنا نركزوا على الكفاءات ديال هاد الخدمات، الخدمه اللي كاينين في هذا المعمل ولا كاينين في المخبزه ولا هاد الشركات خارج الشركه، دونك سكون ابل دي بريستاتير اكسترن اللي كيجيو كيدخلوا وكيدخلوا بالماتيريال ديالهم وكيدخلوا بالحوايج ديالهم وكيدخلوا بالمبيدات حتى هما كاع مرات اللي كنهضروا على القطاع ديال مكافحه الافات. هنايا كان واحد النقص، هاد النقص هو خص هاد الدومين يتقنن باش بحال الا غادي هذاك واحد عنده واحد البوزل وكان واحد لا بياس اللي هي ناقصه. ناقصه شنو هي؟ ترخيص ديال هاد الشركات والمراقبه ديال هاد الشركات والكفاءات، يعني نراقبوا الكفاءات ديال هاد الشركه اللي كيديروا اما تنظيف تطهير ولا مكافحه الافات. ملي كيدخلوا بالبومبا حنا كنشوفوا هذاك الصوره ديال البومبا شفناها بزاف في الكوفيد، ولكن من غير هاد الشيء من غير البومبا كنهضروا على داك الشخص واش غادي يعرف يستعمل هذاك المبيد واخا مرخص مع وزاره الصحه ولا مرخص مع لونسا الا كنهضروا على ديزافيكتو مثلا، ولكن واش هو يعرف يستعمله ويحترم الشروط ولا لو مود دومبلو كيما كنسميو ديال هذا البرودوي، يعرف التخليط مثلا في التخليط فين غادي يرش، كيفاش التفاعل اللي كيوقع بين ماده وماده. معلوم هاد القضيه لمسناها بزاف كوفيد، لان كان مجموعه من الامهات اللي بغاو يديروا هذاك التعقيم بشكل ذاتي وبداو كيخلطوا مواد اللي ممكن ان الى هي الماده بوحدها مثلا الخل وجافيل، الا كانت غير الخل بوحدو ممكن انه يقضي انه يقضي على الجراثيم، ولكن الا ضفتي ليه الخل كيتحول لانه شي حاجه اللي سامه. دونك هنايا فين كتدخل الكفاءه ديال هذيك الجهه اللي غادي تجي تقدم لي هذيك الخدمه انها دير لي هذاك التطهير. معلوم كيكون كيعرف شنو هما المنتجات اللي ممكن انه يوقع بيناتهم واحد التفاعل باش يتجنبهم، ويعرف كيفاش غيستعملهم وفين غادي يستعملهم. حيت غادي نعطي واحد المثال بسيط اللي هو الميكانيسيان. سكتات لي الطوموبيل غادي نمشي نقلب اما الباتري اما بلاصه اخرى، واش ليسونس ولا غادي نشوف واش شنو هو اللي ما خلاش الطوبيله ديمار، واش ديمار وكنسمعوا لا غادي يجي واحد الوقت غادي نمشي نقلب على الميكانيسيان. هذا الميكانيسيان اللي غادي يدير واحد التشخيص الا ما عندوش الكفاءات ما يقدرش يقدر المشكل من المصدر، غادي يبقى اون سيرفاس والطوبيله غتبقى طيح اون بان. دونك حنا كنقولوا بان بعض المرات خصنا نمشيو الكفاءات ديال هذوك الشخص ديال هذوك الشخص الاشخاص سمحوا لي اللي كيديروا هذيك العمليه ديال مكافحه الافات ولا التطهير ملي كنهضروا على كوفيد. ف غنمشيو ندوزو لواحد النقطه اللي مهمه واللي هي يعني كيبقى دائما المستهلك هو المحور ديال الحديث ديالنا. فشنو هما النصائح الاساسيه اللي خاصنا نقدموا اولا للمستهلك؟ المستهلك خصوصا مع شهر رمضان الكريم خصهم يعرفوا بان هاد المنتوجات اللي غادي يجيبوا من اما من المخبزه ولا من المعمل ولا من مركز تجاري، اول حاجه عندهم واحد لوتوريزاسيون واحد الرخصه من عند لونسا للمكونات للبرودوي فيني كما كنسموا، عنده واحد لاغريمون من عند لونسا اللي كيعطي واحد كيضمن بان هاد الشركات مراقبين اللي كيصوبوا هاد الماكله ولا المكونات وتابعين واحد البرنامج تكويني بالنسبه للخدمه ديالهم وتا برنامج بالنسبه للتطهير وداك النظافه العامه. من بعد حتى في الدار تقدر تدخل ليا طوبه ولا فار ولا سراسيل غريلو كما كيسموا الشمال مثلا والشرق، وهاد الحشرات ملي كيدخلوا كيقلبوا على اول حاجه كيقلبوا على الماكله. كنهضروا حتى على النمل، خصنا نعرفوا بان راه كاين انواع جديده من النمل في المغرب اللي كيجيو من برا، علاش هاد المكونات بعض المرات كنامبورتيهم كنجيبو من برا، وبعض المرات الكراتون اللي كيدخلو كندخلو معاهم شي انواع ديال الحشرات، وهاد الحشرات ملي كيدخلو للدار اول حاجه اللي نعرف تنظيف النظافه عنده واحد الدور كبير، دور كبير جدا خصوصا بالليل. غنفطرو وكنصحو من بعد، وبعض المرات كنخلو الكوزينه اللي حسن الاوان الامهات ربع مرات راه كاين مرونه وكنخليوها كنخليو لهم واحد البيئه باش يتكاثروا، البيئه اللي كنسمو فافورابل يعني كيشجعوهم انا يدخلوا كيقضوا هذاك الريحه. وكنهضروا على النمل وكنهضروا على الدبان ملي اول حاجه كيقبطوا الريحه
اكثر من 900 ولا كيلومتر ديال لا ديستانس من المسافه من الماكله دونك يقبطوها ملي كيقربوا ليها كياكلوا كيطلقوا الريوق ديالهم بزاق ديالهم وكيطلقوا حتى واحد الريحه اللي كنسموا دي فيرومون اللي دبان هو داك العائله ديالهم كيشموا هادشي وكيقربوا حتى هما كيكونوا مجموعين كذلك كنشوفوا هادشي مع النمل كنطيحوا واحد الطرفه ديال الخبز ومن بعد كنشوفوا النمله هي وحده هي جوج ومن بعد كيوليو بزاف كيوليو بزاف علاش حيت كيطلقوا وكيقبطوا هذيك الريحه وكيتجمعوا على داك الماكله دونك اول حاجه نظافه نظافه وخصوصا بالليل ماشي بالنهار ماشي غدا في الصباح العكس ديال الشائع وكذلك المخابز والمطاعم كنلقاو بزاف المشاكل حنا كمهنيين كنصحهم شحال من مره كنقولوا لهم ما بقاوش ديروا هذيك النظافه النهار في لونطري دو سيرفيس في لا فان سيرفيس ملي كتساوي الخدمه ديك الساعه ديروها واخا راه عيانين ولكن بالنسبه للمستهلك بالنسبه للحمايه ديال والسلامه الصحيه ديال المنتوجات راه داكشي مهم حاجه ثانيه التخزين ديال هذه الماكله ما كما احسن ناخذ سوبيرا وداك الماكله ندير في السوبيرا الا درناها في الثلاجه معلوم في الثلاجه كان واحد درجه الحراره اللي ما تخليش هذاك الحشره تدخل ولا تتشجع تدخل ولا تطور على الانتيريور ولكن كثر من هادشي ملي كنديرهم في بلاكاريت خصني نديرها في السوبيرا ونديروها في هذه البلاصه ملي كنمشيو مثلا دخلوا لينا تجمعوا علينا حشرات في وسط الدار في البارتمون ولا الدار ولا الفيلا اللي بغيتو بعد مره كنبغيو نديروا حنايا داك العمليه ديال مكافحه الافات معلومه راه ماشي اي واحد يكون كابابل انا قادر انا عندي القدره انه يدير هذه المهمه الشركه المختصه في, في 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 العمليه دونك غادي يقرر انا يدير هذه الخدمه هنا كيدخل العامل الاقتصادي وغادي يمشي للدروغري وغادي يمشي يشري اي برودوي غادي يقول عندي مشكل ديال الدبان ولا عندي مشكل ديال سرقه زيت راني شي حاجه هنا خصنا نركزوا على حاجه البرودوي اللي غنشري من عند الدروغري خصني نشوف التيكيت ديالو واش مرخص ولا نسول الدروغري ومن حقي كمستهلك ولا كمواطن انا نطلب لي واش هذا البرودوي مرخص واش مرخص ملي كنهضروا مرخص خص المشاهدين خصهم يعرفوا ماشي هذاك الشيء اقتصادي كنهضروا على الحمايه ديالو والاطفال اللي عندنا في الدار يعني هذا البرودوي الا مرخص سافو دير دوز وتحط واحد الدوسي عند وزاره الصحه والدوسي داروا واحد لي تشودالي عارفين بهذاك المواد كما هي اللي فيه يسون اكسبتابل يعني نقدروا نستعملوهم وهذا المبيد عنده واحد لافيش تكنيك واحد اسكيمون لافيش دو سيكوريتي ونقدروا نستعملوه في الدار في الدار ديالي ديك الساعه نقدروا نستعملوه وحاجه ثانيه حاجه الاخرى اللي غنقولوا لها ديك نصيحه مهمه بعد مرات كنشوفوا هذاك لايغوسو الصغير ديال 15 درهم 20 درهم على حسب البلاصه فيها نشريو وغادي نطلقوا واحد الكونتيتي كبيره وغادي نرشوا نقوموا بالتنظيف وكنسدوا شراجيم وكنخليو هذاك البرودوي يعطي الفعاليه ديالو معلوم غتقتل الحشرات ولكن غتاثر على السلامه الصحيه ديال المنتوجات ديالك وحتى على الصدادر اللي غادي يشربوا هذاك البرودوي اون كونتيتي ومن بعد غادي تلقوا سو فورم دو فابور وتا الاطفال ولا الا عندي انايا تا مشاش ولا كلاب في الدار تا هما يقدروا تا هما يكونوا مضرورين مع هذاك البرودوي اللي جاوا في واحد البلاصه غيتحكوا ولا غادي يلحسوا هذاك الجسم ديالهم غادي يدخلوا هذاك المواد الغذائيه داخل الجسم ديالهم دونك خاصنا في التعامل ديالنا نكونوا حريصين على اننا نتاكدوا بان هذوك المنتجات اللي كنستعملوهم في التطهير او لا في اثناء التخزين ديال هذوك المنتجات يكونوا كي يناسبوا المعايير الصحيه السلامه الصحيه وفي نفس الوقت اننا نكونوا حنا عندنا القدره اننا نفصلوا بين واش هذا المنتج هذا راه عنده واحد الجوده معينه ولا ما عندوش دونك حتى حنايا كنتحملوا جزء من المسؤوليه كاين واحد المسؤوليه بيان سور تاع المستهلك وكنعاودوها سي بور سا العمل الجمعوي انا يوضح الصوره عند المستهلك يعرف المستهلك شنو هي مكافحه الافات شنو هما المخاطر ديال هذه الافات عندنا واحد الموقع الكتروني am3d.ma حطينا في هذا الموقع الالكتروني جميع المعلومات والنصائح بالنسبه للحمايه ضد الحشره الضاره الافات ولا القوارض وحطينا ايغالمون واحد سميتو لانوير واحد لانوير اللي حطينا يعني انايا غادي يجي واحد الوقت ما نقدرش نقضي على هذا المشكل اللي عندي في الدار غادي نعيط واحد الشركه مختصه قلنا لها بهذا الدومين ما مقننش يعني اي شركه البارح تريسيان اليوم مختص في الشركه في العمل ديال مكافحه الافات وغدا نقدر نكون نجار يعني داكشي راه ما
مفتوح دونك هذا الشيء كيجيب مخاطر بالنسبه للاستعمال. دونك درنا واحد لانوير بان انا كشخص كمواطن كندخل الموقع الالكتروني كنقلب على شركه مثلا في الرباط ولا في مراكش ولا في ترودات. عندنا ناس مختصين ودرنا واحد المراقبه حنايا داخل الجمعيه باش نقولوا نضمنوا بان هاد الشركه اتصلوا بهم عندهم الكفاءات باش يديروا واحد العمليه اللي غتمشي في الامن. شكرا بزاف سي عبد الكريم وعلى كاع المعلومات اللي عطيتينا. مرحبا مشاهدينا، وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، على امل ان نتلاقاكم في لقاء جديد مع ضيف جديد وموضوع جديد. السلام عليكم.